أهلا بكم، حلقة جديدة من يا هلا، والعناوين هي البداية. أنقذ طفلا سقط في خزان وأكمل شقيقه إنعاشه. الشابان خالد وعبد الله يرويان الحكاية كاملة. لأول مرة الرياض تستعد لاستضافة المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. مطالبات بدراسة أسعار الخدمات الكشفية بالمستشفيات ووضع سقف أعلى لها. حياكم الله. أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان انطلاق النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومنتدى مبادرة السعودية الخضراء خلال شهر نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ المصرية تحت شعار من الطموح إلى العمل. أعلن سمو ولي العهد عن انطلاق النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومنتدى مبادرة السعودية الخضراء في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية تحت شعار من الطموح إلى العمل. تسلط قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الضوء على أبرز التحديات المناخية التي تواجه المنطقة وأبعادها على الصعيد العالمي من خلال منصة استراتيجية تعزز التعاون المشترك بما يسهم في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة. يعكس شعار منتدى مبادرة السعودية الخضراء هذا العام رؤية المملكة الرامية إلى تحويل الطموح إلى واقع من خلال تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات المناخية. تواصل المملكة حشد جهود العديد من أصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف المشتركة والمتمثلة في التصدي لتغير المناخ وإتاحة فرص العمل الجماعي وتعزيز تأثيره. تهدف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لأكبر برنامج إعادة التشتير في زراعة 50 مليار شجرة في جميع أنحاء المنطقة واستصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي غير الصالحة للزراعة، كما تهدف إلى دعم جهود المنطقة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 10% من المساهمات العالمية والمساعدة في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن إنتاج النفط والغاز بأكثر من 60%. سعياً لتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، تعتزم المملكة على تأسيس عدد من المراكز الإقليمية لتعزيز قدرة المنطقة على مكافحة تغير المناخ. تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض من رصد وضبط عدد من المقيمين من جنسية آسيوية لقيامهم بالتسول بشكل غير مباشر في أماكن متفرقة بالمنطقة. للحد من ظاهرة التسول، تستمر الحملات الأمنية المكثفة في كافة مناطق المملكة لرصد المتسولين وضبطهم، هذه المرة في منطقة الرياض حيث قام مقيم من الجنسية البنغلاديشية بالتسول بشكل غير مباشر وذلك من خلال بيع علب الماء. وفي استغلال لعاطفة المارة تم رصد وضبط مقيم من الجنسية البنغلاديشية قام بالتسول بشكل غير مباشر. وفي مشهد آخر تم رصد وضبط مقيم من الجنسية البنغلاديشية قام بالتسول بطريقة غير مباشرة. ولأن الإبلاغ عن حالات التسول واجب وطني، نذكركم بالإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة. شعارنا دائما لا تعطيهم، ومعا نكافح التسول. عقد وزراء الطاقة والصناعة والاستثمار والاتصالات مؤتمرا صحفيا حول استراتيجية الصناعة الوطنية التي أعلن عن إطلاقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. تفاصيل أوفى في تقرير الزميل سامي الدلمحي. هذه الاستراتيجية بالفعل هي استراتيجية صناعية، لكن طبيعة الاستراتيجية الصناعية أنها تلامس الجميع، المواطن والمواطنة وأيضا رواد الأعمال، أصحاب الشركات والمؤسسات في قطاع الخدمات، كلهم سيستفيدون من هذه الاستراتيجية. أيضا يعني شباب وشابات الذين إن شاء الله ستوفر هذه الاستراتيجية فرص عمل نوعية لأبنائنا وبناتنا، ستوفر أيضا فرص استثمارية لرواد الأعمال
في كثير من القطاعات التي تخدم القطاع الصناعي، وأيضا بدون شك طبعا الاستثمارات الصناعية التي نطمح إن شاء الله أن تكون يعني أساس لإطلاق هذه الاستراتيجية. المملكة ولله الحمد لديها قدرات صناعية كبيرة. عملنا من خلال إطلاق رؤية المملكة 2030 على تحسين البيئة الاستثمارية وخلق المحفزات، سن كثير من التشريعات التي تحفز وتدعم الاستثمار الصناعي، ولذلك والحمد لله بدأنا نشوف نتائج إيجابية. فالقطاع الصناعي وعدد المصانع نما خلال بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 إلى اليوم حوالي 50%. التمويل الصناعي وهو مؤشر جدا مهم، ما تم تمويله للمشاريع الصناعية منذ إطلاق رؤية المملكة إلى اليوم يعادل ما تم تقديمه من تمويل من صندوق الصناعي خلال 35 سنة الماضية. كل ذلك دلالة على ما تم تحقيقه، ولكن الاستراتيجية هذه بإطلاقها تخدم توجهات مستقبلية، صناعات واعدة. طبعا الأرقام كبيرة ولله الحمد زي ما شفتوها كلكم في الإعلام، في المساهمة في الناتج المحلي ب 900 مليار، جلب استثمارات بحوالي 1 تريليون، المساهمة في تحسين ميزان المدفوعات بحوالي 300 مليون ريال، صادرات تصل إلى ما يزيد عن 550 مليار. لكن أيضا في المقابل نوعية القطاعات التي نستهدفها، نوعية الصناعات التي نستهدفها ستكون صناعات ذات قيمة عالية، ذات تقنيات، وتكون المملكة بحيث تكون المملكة إن شاء الله ليست فقط بلد مستهلك وإنما بلد منتج ومصدر التقنية بإذن الله. واصلت منظومة التنمية، صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التابعة أو التنموية التابعة له، أدوارها التنموية المحورية خلال الربع الثالث من العام الجاري في إطار تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لرؤية السعودية 2030. نعود بعد الفاصل. حياكم الله من جديد. بهدف تطوير وتفعيل قطاع الهوايات وصولا إلى تعزيز حيوية المجتمع ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، أطلق برنامج جودة الحياة المظلة المعنية بقطاع الهوايات في السعودية هاوي، ودشن البوابة الوطنية للهوايات، وذلك في حفل أقيم بهذه المناسبة بالمركز المالي بمدينة الرياض. المنصة الوطنية للهوايات هي منصة لجميع الهوايات في المملكة العربية السعودية بغض النظر عن الأعمار، سواء كانوا صغار أو كبار، بمختلف الهوايات، كانت رياضية، ثقافية، اجتماعية، بيئية، ما في أي حد للهوايات. اليوم في طبعا برنامج جودة الحياة نعتز بالشراكة مع الجهات الحكومية اللي أسست جمعية أندية الهواة هاوي في المملكة العربية السعودية. اليوم هاوي هو بيئة آمنة ونسعى لوجود هواية لكل مواطن ومقيم على أرض المملكة العربية السعودية. اليوم طبعا تقدر تدخل عن طريق موقع هاوي، ومن خلال الموقع تقدر اما تشترك في احد الانديه اللي موجوده اللي مناسبه لهوايتك او حتى تاسس ناديك. هذه المنصه موجوده تقدم كامل الخدمات، سواء كانت دورات تدريبيه، منح ماليه، ادوات تستخدم في مختلف الهوايات،
فاليوم المنصة مفتوحة موجودة، أطلقناها رسمي وتستقبل الجميع. للحديث أكثر حول هاوي وهذا البرنامج الطموح من برنامج جودة الحياة، يسعدني أن أستضيف معي في الاستوديو الأستاذ مشعل الرشيد، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية في برنامج جودة الحياة ورئيس مجلس إدارة المنصة الوطنية للهوايات هاوي. أهلا بك أستاذ مشعل، سعيدين باستضافتك اليوم وحضورك معنا في البرنامج. يا هلا ومرحبا أستاذ جمال، وحياك الله وحيا الله السادة المشاهدين. الله يحييك. خلينا ناخذ يمكن السؤال العام اليوم مع إطلاق المنصة الوطنية للهوايات هاوي، وش أسباب تركيز برنامج جودة الحياة اليوم على الهواية؟ طبعا الهواية لها أهمية كبيرة، الهواية تساهم في التوازن الصحي للشخص والتوازن النفسي، سعادته الشخصية، زيادة إنتاجيته في العمل، زيادة تركيزه. إحنا نسعى من خلال برنامج جودة الحياة، والهوايات طبعا جزء من مبادرات البرنامج، وهي جزء أهم من أهم المبادرات اللي طرحناها في برنامج جودة الحياة هي المتعلقة بالهوايات، هو تمكين المجتمع وتسهيل ثقافة الهوايات وتسهيل التواصل مع المجتمع الذي يشاركك نفس الشغف ونفس الهواية. ففي السابق كان كل منا لديه هواية، ولكن ليس لكل هواية نادي، والنادي هذا ينبغي أن يكون محوكم ومدار بشكل سليم وتعرف أعضاءه وتعرف محتواه. جاءت فكرة هاوي من هذا المنطلق، إنفاذا لرؤية المملكة 2030، فهو جزء لا يتجزأ وهو منصوص عليه في رؤية المملكة 2030، وأسند شرف تنفيذ هذا المشروع إلى برنامج جودة الحياة. وش الارتباط اللي اليوم خلينا نقول بين إذا جازنا تسميته قطاع الهوايات وبرنامج جودة الحياة ورؤية المملكة 2030، وين ينصب دوركم اليوم في البرنامج في هوايات أو هاوي المنصة الوطنية؟ أحد أهداف الرؤية الأساسية هو تطوير وتنويع فرص الترفيه في المملكة لجميع السكان والمقيمين. الهواية طبعا هي جزء من هذا الترفيه، الإنسان يستغل وقت الفراغ في ممارسة الهواية، فهذا هو الربط بالهدف الاستراتيجي، هي نوع من أدوات الترفيه اللي إحنا حرصنا على طرحها من خلال البوابة الوطنية للهواة. نتكلم اليوم عن المنصة الوطنية للهوايات، يمكن قبل شوية شفنا في التقرير الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة تحدث عنه أيضا. السؤال وش الخدمات اللي أتوقع أني أجدها اليوم بالمنصة الوطنية كشخص أرغب أني أنشئ نادي أو أطلق نادي أو أنضم حتى على أقل تقدير؟ طبعا منظومة الهوايات اليوم تقدم خدمات متعددة، لم تكن يعني في السابق كانت الهوايات نوعا ما عشوائية، لم تكن منظمة، لم تكن هناك جهة واحدة ترعى موضوع الهوايات. حرصنا على تسهيل تجربة الهواة من خلال طرح المنصة ومن خلال اشتراك أكثر من 12 جهة حكومية في هذه المنصة. على سبيل المثال، المنصة تتيح الترخيص لأندية الهواة، بحصولك على الترخيص تستطيع التجمع، تستطيع الحصول على مرافق واستئجارها، هذا لم يكن متاح بالسابق، هذه إحدى الخدمات الأساسية. أيضا هناك خدمات تعليمية وتدريبية، نحن نحرص في برنامج جودة الحياة أن ننمي الهواية، وقد تصل الهواية إلى موهبة. بعض الهوايات بحكم طبيعتها قد لا تسمح بالاحتراف، فالأشخاص اللي يعني هواة التخييم والبر لا يمكن أن يحول هوايتهم إلى وظيفة وعمل، لذلك بعض الهوايات لا يمكن أن تكون احتراف، لكن نحرص على رعايتهم، نحرص على تقديم خدمات تدريبية وتعليمية لبعض الدورات التخصصية، توفير المدربين، دعم مالي لتغطية النفقات التشغيلية. أيضا بعض الدعم التسويقي، الهوايات بعضها تتطلب مهارات تسويقية لجذب الذين يشتركون نفس الهواية، فهذه كلها موجودة في المنصة، والمنصة اليوم تقدم هذه الخدمات. لما نقول مرافق اليوم أستاذ مشعل، قلت أنه ممكن الشخص يستأجر مرافق أو يحصل على مرافق، وش نوع المرافق اللي نتكلم عنها هنا؟ هل تتيح المنصة اليوم لي خيارات مرافق أنا أقدر أختار منها وأقول والله أنا أبغى مثلا المكان الفلاني أو المكان الفلاني، وهل المرافق العامة مثلا مثل الجامعات على سبيل المثال، مثل المرافق العامة الحكومية مثل الحدائق، هل هذه تندرج تحت المرافق اللي يمكن أن تعرض لأصحاب النوادي؟ هذا من الأسس اللي أسس عليها هاوي، أن تكون كل المرافق متاحة، خصوصا المرافق العامة الغير مستغلة، بحيث يتمكن الأندية من حجز المرافق اللي تناسب هواياتهم.
فعلى سبيل المثال هواة المسرح يحتاجون مسارح احيانا تكون مسارح حكوميه واصول عامه، فاحنا في هاوي او منظومه هاوي منصه هاوي نحرص انه كل الاصول خصوصا الغير مستغله اليوم تطرح من استديوهات من مسارح من ملاعب رياضيه داخل الجامعات لانها على اعلى مستوى، ولمسنا الحقيقه تعاون من كافه الجهات الحكوميه في توفير هذه المرافق وطرحها على منصه هاوي. هذه الحالها قيمة إضافية كبيرة حقيقة. صحيح. لأنه كثير من مرافقنا للأسف الحكومية وخاصة التعليمية يعني المنشآت التعليمية غير مستقلة بالشكل الأمثل، رغم زي ما تفضلت وجود يمكن أفضل المعايير بالمنتجات اللي تمتلكها. صحيح. المؤسسات التعليمية، الخدمات التعليمية، وش علاقة الخدمات التعليمية بهاوي؟ يعني نتكلم عن هواية، ليش الخدمات التعليمية دخلت هنا؟ بعض الهواة يحتاج إلى تدريب وتطوير مثل كتاب السيناريو. بعض المهارات الرياضية أيضا تحتاج إلى مدربين محترفين. كتابة المسرحيات، كتابة أو طريقة الإلقاء أحيانا تحتاج بعض التوجيه، يوجد مدربين محترفين متخصصين. فعن طريق المنصة نطرح بعض الدورات التعليمية والحقائب التعليمية للهواة بهدف تطويرهم، لأنه من أسس الهواية أو من استمرارية واستدامة الهواية تتطلب أحيانا تطويرها. فمن هذا المنطلق يجب توفير مدربين وحقائب تدريبية وتعليمية متخصصة لهؤلاء. ومن يقدم الخدمات التعليمية هذه؟ هل تعقدون اليوم مع يعني متخصصين في تقديم هالنوع من الخدمات؟ من وين يجون؟ هل يجون اليوم من الجامعات، من خارج المملكة؟ طبعا المنصة فيها 12 جهة حكومية. هذه الجهات الحكومية على سبيل المثال فيها وزارة الرياضة، وزارة الثقافة، الهيئة العامة للترفيه، كلها توفر متخصصين عبر المنصة لإلقاء الدورات التدريبية أو تدريب، لأنه بالنهاية هذا ينعكس عليهم وعلى أدائهم. فكل ما زاد الموهوبين والهواة في المسرح تقييم المسرح ونوع المسرحيات اللي تطرح يرتفع، هذا على سبيل المثال لأنه يكون لها جمهور. أيضا الكتاب السيناريوهات، كتاب المسرحيات، كل ما تطوروا كل ما زاد التقييم، كل ما زاد الإقبال، كل ما ارتفع المستوى النوعي لهذا النوع من الأدب في المجتمع، فهم حريصين على تقديم هذا النوع من التدريب. لما تحدثت قبل شوي عن دعم مالي، وش نوع الدعم المالي المقدم؟ قلت أنه للعمليات التشغيلية، هل راح يكون دعم مستمر أم دعم لفترات معينة؟ هل في سقف لهذا الدعم؟ طبعا ضوابط الدعم يعني موضوعه، وكل نادي على حسب يعني كل جهه لها متطلباتها نوعا لها ما. معايير خاصه، لها معايير خاصه، لانه النادي الرياضي يختلف عن النادي الثقافي على سبيل المثال. مجرد انه يرفع الشخص طلب لتقديم الدعم المالي ينظر فيه، وبتينا في كثير من الطلبات بالايجاب ولله الحمد. يوجد انديه تحتاج لبعض الادوات مثل بعض انديه الرسم، تحتاج ادوات تخصصيه، تحتاج الى لوحات للرسم معينه، تحتاج أدوات متقدمة ما تستطيع توفيرها الأندية، توفرها لهم إدارة هاوي يعني. أخيرا يعني كل هذه المنظومة اللي احنا نتكلم عنها من خلال المنصة الوطنية للهوايات هاوي، وش تستهدفون يعني انكم توصلون لها اليوم؟ وش الأرقام خلينا نقول اللي اليوم مضعينها في اعتباركم؟ يعني هل في حد العدد الأندية اللي ناويين توصلون له، عدد الأشخاص المنضمين لهذه الأندية؟ احنا نستهدف طبعا انه الأندية تشمل جميع مدن المملكة ومناطق المملكة، هذا هدف أساسي. عدد الأندية نستهدف انه يكون على الأقل 6800 نادي بحلول 2030، هذا مستهدفنا في 2030، لأنه زي ما ذكرت لك هذا جزء من مستهدفات الرؤية، وإطلاقنا لهذا الموضوع هو جزء من الرؤية. النادي على الأقل يكون مؤسس من 3 أشخاص، فإحنا ما لنا حد معين، بالعكس كل ما اشترك كل ما دل على نجاح المنظومة وكل ما دل على قوتها، وهذا يعتبر جزء من شبكات الدعم الاجتماعي للمجتمع. يعني كثير من دول العالم لا تقدم مثل هذه المنظومة. صحيح. دول قليلة ودول متحضرة جدا هي اللي تحرص على مؤسسة العمل الاجتماعي ووضعه في سياق أنه المجتمع يكون مترابط بشكل أكبر. الإنسان بطبعه اجتماعي، يحرص على التواصل مع الآخرين، يحرص على إيجاد الناس اللي يشاركون نفس الهموم ونفس الشغف أيضا ونفس الهواية. فلذلك هذه من الأعمال المؤسسية اللي تدل على تحضر الدول اللي تقوم فيها. فنحن كل ما زاد العدد بالعكس بيكون الموضوع ممتاز جدا. من الفئة المستهدفة اليوم بالنسبة لكم؟ احنا اليوم نستهدف جميع فئات المجتمع، الجميع. من 9 سنوات إلى 70 سنة، والأرقام يعني
والأرقام اللي شفناها بالعكس مشجعة جدا، أنه جميع الفئات مقبلة وتقبل. نحن عندنا كان إطلاق تجريبي، وجدنا أرقام مشجعة جدا فترة الإطلاق التجريبي. أنا أشكرك جزيل الشكر، كل التوفيق لهذه الجهود الأستاذ مشعل الرشيد، رئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية برنامج جودة الحياة ورئيس مجلس إدارة المنصة الوطنية للهوايات هاوي. لا شك أنها تجربة فريدة مميزة على مستوى العالم. شكرا لكم، ونتمنى بإذن الله أن نشاهد معكم ونحتفل في تحقيق هذه المستهدفات قريبا بإذن الله. شاكرين لكم الاستضافة وإلقاء الضوء على هاوي، وندعو جميع المستمعين والمشاهدين إلى الدخول للمنصة، تسجيل هواياتهم إذا كانت موجودة في أندية معينة أو تأسيس أنديتهم. بدورنا ندعوكم لزيارة أيضا المنصة الوطنية للهوايات هاوي، وكذلك عبر حسابهم على تويتر هاوي سعودي أريبيا، تستطيعون يمكن من خلالها استكشاف هذه الفرص التي تقدمها هذه المنصة الوطنية هاوي، والتي ستحدث فارقا كبيرا اليوم على مستوى الدعم الاجتماعي. بعد الفاصل لنا عودة. حياكم الله من جديد. في موقف بطل وشجاع ليس بغريب على أبناء وبنات الوطن، تمكن الشاب خالد العضياني بعد أن قرر المغامرة والمخاطرة بنفسه، تمكن من إنقاذ طفل رضيع كان قد تعرض إلى كسور في ضلع الصدر وغيبوبة تامة نتيجة سقوطه في خزان صرف صحي تتبع أحد المنازل بهجرة خريمان الشغار. وبحسب ما جاء في صحيفة سبق، إنه تم نقل الطفل عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفى المذنب جنوب القصيم، لأنه بحمد الله خرج للمنزل والآن يعاني فقط من كسرين في الأضلاع. نتمنى له الشفاء العاجل. عبر سكايب ينضم معي خالد العضياني منقذ الطفل. حياك الله معنا يا خالد. أهلا، حياك الله أخوي جمال. يا هلا وسهلا خالد. لو تسرد لي بس تفاصيل وصار وشلون صارت الحادثة من البداية للنهاية؟ أولاً أمسي عليك أخو جمال على هذا المشاهدين. مساك الله بالنور. الحادثة وقعت يوم مع صلاة العصر، وأنا رايح لصلاة العصر أسمع صوت صراخ مرتفع جداً، ورحت أركض بلا شعور، وجدت أم الطفل غيث صارخ وتطلب الفزعة من الله ثم مني. فشفت الطفل غيث يطفح فوق المياه فوق صرف الصحي عزك الله بعمق 4 أمتار أو أكثر. فأنا خطرت بنفسي وشفت الموت للأمانة، ولا شعوريا ولا إراديا نزلت توفيق الله سبحانه وتعالى. وين كانت هذه المنطقة يا خالد اللي طاح فيها الطفل؟ وين كانت؟ في هجرة خرمان الشغار. اي لا، كانت بيت بعيدة عن بيت مفتوحة، وش وضعها؟ لا بيت، ولكن غطاء الصرف الصحي مع الوقت صار سخيف وضعيف. وقت اي تفضل. نعم، والطفل من غفلة عن أمه مشى يلعب ووقف على الغطاء ونزل بها الغطاء جوا الصرف الصحي. فكان وزن الغطاء هو اللي طيح الولد داخل ال نعم. اي مرر الوقت ضعيف جدا الغطاء. كم كنت تبعد لما استفزعت بك أمه؟ يعني وش المسافة اللي كانت بينكم؟ ممكن 100 متر. إيه. أو أكثر. وعمق المكان هذا أو خزان الصرف الصحي أجلك الله والسامعين، كم كان عمقه المكان؟ أكثر من 4 أمتار. وكان الطفل داخل جوا؟ نعم نعم. ونزلت جوا الصرف الصحي، حذفت نفسي لا شعوريا والحقيقة موت. الله يبعدنا عنا وعنكم وعن كل مسلم الموقف هذا،
وثبت نفسي، وبعد مشيئة الله مسكت الطفل غيث ورفعت له الأعلى ودخل جوا الصرف الصحي نص جسمه أخي عبد الله الله يعطيه العافية وأخذه مني وسواله إنعاش. طيب ابقى معي يا خالد، الله يبيض وجهك، هذا فعل مو بغريب عليك يا خالد. خلينا ناخذ واسمع من عبد الله. عبد الله هو شقيقك وهو من قام بالإنعاش الرئوي للطفل. مساك الله بالخير يا عبد الله. مساك الله بالنور يا هلا مرحبا. حياك الله. عبد الله اشرح لي وشلون وصلت للمكان وش سويت لما وصلت؟ اول شيء انا اشكركم على الاستضافه، وثاني شيء اشكر الله ثم اشكر اخوي خالد على جهوده اللي سواها، الله يبيض وجهه ويجزاه خير. اول شيء انا سمعت اصراخ نفس اللي ما قال اخوي خالد قبل قليل. سمعت صراخ ورحت وجدت الطفل يطفو فوق سطح المويه. كان في غيبوبه، داخل غيبوبه تامه. وخالد الله يجزاه خير وحفظه نزل لا شعوريا على كلامه ورفعنا الطفل. كان العمق الخزانه بعمق 4 متر تقريبا، وكان منسوب المياه على حد فوق على حد صدر اخي خالد، وخالد ما قصر الله يبيض وجهه. رفع الطفل لي والطفل اخذته وسويت له اسعافات اوليه قبل ذهابي للهلال الاحمر. والحمد لله الورع استعاد وعيه. وشلون سويت له الاسعافات عبد الله؟ انت ملم بالاسعافات الاوليه، عندك خبره يعني سبق وخذيت دورات. انا على حسب الدورات العسكريه سابقا. اي على حسب، عندي خبره خبره بسيطه لكن الحمد لله. لكن انفعت انفعت. اي والله انفعت يا رب. لك الحمد. بعد الضغط يمكن 17 رجع لها شهقه خفيفه ونسم خفيف. ورحنا للهلال الأحمر، والهلال الأحمر حوله لمستشفى المذنب العام. ومستشفى المذنب العام على طول حوله لتحويل لمستشفى الأطفال والولادة ببريدة. قاعد يمكن 3 أيام في العناية مركزة، وكان خايفين من نقص الأكسجين من الرأس. وكان عندها الموية في الرياح. أي لأنه غرق. اي والله كان المويه فريه، وكان عنده ضلعين في الصدر. والحمد لله الولد بحاله جيده، ربي لك الحمد والشكر. خالد ما قصر الله يبيض وجهه. كلكم ما قصرتوا يا عبد الله، بيض الله وجيكم وله غريب عليكم. وخالد ما قصر الله يبيض وجهه ويده خير وكثر من ثانيه. هذا واجبه وواجبي انا وواجب كل مواطن سعودي. احسنت. اللي حصل له الموقف ذا لا قدر الله. احسنت، بارك الله فيك يا عبد الله وشكرا لك. العفو. خالد برجع لك. خالد احنا نتكلم عن خزان صرف صحي بالدرجه الاولى، ما هي مياه نقيه يعني. هل تاثر الطفل فيها؟ انت تاثرت بالمياه الملوثه هذه بشكل او باخر؟ اعاقت حركتك او شيء ما اثناء محاوله انقاذ الطفل؟ نعم يا أخوي جمال، كتمة. تعرف ماوي صرف صحي وجروح خفيفة كدمات. والحمد لله على كل حال، وأهم شيء سلام. نعم صحيح. خالد كم خذيت وقت يعني من نزولك للخزان إلى ما أخرجت الطفل من الخزان؟ نص دقيقة تقريبا. الحمد لله وطلعت الطفل غيث. الله. الخزان كان موجود قريب من البيت ولا داخل البيت ولا على اطرافه ولا؟ لا بعيد شوي. بعيد. نعم. وكان مفتوح يعني ما يملكه احد الخزان هذا؟ لا تبع بيت والد الطفل غيث. تبع الوالد الطفل. تبع والد الطفل. نعم. فكرت بيوم من الايام انه ممكن يمر عليك هالموقف يا خالد؟ لا والله ما فكرت فيه، وكان موقف صدمة بالنسبة لي ومفجع.
جت لحظة حسيت فيها بتردد؟ لا بالله ما ترددت، ونزلت لا شعوريا، نظرت يا والدة الطفل تطلب فزعة من الله وثم مني. لا ترددت في كفو يا خالد، والحمد لله غيث. الله يبيض وجهك يا خالد، شكرا جزيلا لك خالد منقذ الطفل. ناخذ معنا يوسف العتيبي ابو غيث والد الطفل، مساك الله بالخير ابو غيث. الله يمشيك برضه العافيه، حياك الله. كيف حالك؟ الله يجزاك خير بخير. اول شيء الحمد لله على سلامه الولد، طمنا على صحته بالبدايه. الله يسلمك ان شاء الله ولا يريكم مكروه. امين والله. ان شاء الله الحمد لله والشكر، حالته ان شاء الله مستقره وطيب ولله الحمد، نحمد الله ونشكره. قل لي وش صار يا ابو غيث، احنا يمكن سمعنا من خالد وعبد الله، نبي نسمع منك. والله صار عندنا خزان حق مجاري وانت الكرامه كرمت، طوله تقريبا يمكن 4.5 الى 5 تقريبا، نعم، ومليان من المويه ومن والله الحمد انقذها الله سبحانه، بعد الله سبحانه خالد. يعني موقف يعني مرعب لنا وشعور لا توصفنا، ولكن نحمد الله ونشكره ونشكر خالد جزيل الشكر، بعد الله سبحانه هو اللي ينقذه، ولا طلعه ميت، ولكن نحمد الله لحق عليه في اللحظات الأخيرة، وعبد الله ما قصر بعد عطاها الإسعافات الأولية، ونحمد الله على كل حال. خالد يسمعك أبو غيث، وش تبي تقول له؟ أقول الله يبيض وجهه ويكتب له الأجر إن شاء الله وجزاه عند رب العالمين، حنا ما نقدر نجزيه يا أخوي الله يعطيك العافية، غير من عند الله جزاه سبحان الله. يستاهل يستاهل خالد. اي والله ونشكره جزيل الشكر، والله يبيض وجهه. ابو غيث قل لي وش قصه غطى الخزان المفتوح هذا؟ عالجتوه ما عالجتوه؟ لا خزان ما مفتوح، خزان مسكر بغطاء. اي وغطاء حديد، الغطاء مع الوقت تقريبا يعني اهترى. اي موجود هو الغطاء، ولكن الورع مركب عليه، هذا الغطاء يعني مسدي وقديم وانهل بالورع، خفش بالورع. عيل الحمد لله على كل حال، وغطيت الغطاء يعني صبيتها صبه مره واحده والحمد لله، والله لا يريد جميع المسلمين. آمين. مكروه ان شاء الله. امين. الان الطفل موجود بالمستشفى ولا طلع؟ لا الطفل موجود في البيت وان شاء الله نطيب باذن الله واحد لاحد، واخذ له يوم 3 أيام في المستشفى، يومين في العنايه مركزه ودخل غيبوبه، ولكن الحمد لله والشكر حصل معه كسور في الضلوع، حصل معه كدمه في الرقبه والتهاب في الصدر، وحاجات الحمد لله عدت على خير والله الحمد لله. الحمد لله الا الله رده لكم وسلمه. نحمد الله. اي والله اللهم لك الحمد والشكر. والله يبهيك فيه ان شاء الله وينولك فيه باذن الله يا ابو غيث. الله يجزاكم خير ومشكورين على لقائكم، الله يكتب لكم الاجر ان شاء الله. هذا واجبنا الله يكتب. شكرا شكرا يا ابو غيث، وشكرا لخالد العضياني منقذ الطفل. خالد وعبد الله هم مثال ل سعودي اللي تستفزه النخوه وتستفزه الشهامه وتستفزه المروءه. انا دائما اكرر هذا السؤال في مثل هذه المواقف لخالد وللابطال مثل خالد، هل ترددت؟ ما عمري سمعت إجابة واحدة في يوم من الأيام لأحد قال لي أنه تردد في إنقاذ ملهوف، وهذه خصلة أصيلة لدى شباب المملكة العربية السعودية، شباب والشابات على حد سواء. شكرا لخالد، شكرا لعبد الله، ونتمنى الشفاء العاجل بإذن الله للطفل. بعد الفاصل لنعوده. حياكم الله من جديد. تنظم هيئة الإذاعة والتلفزيون المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 23 في الرياض ب30 ورشة عمل وجلسة مصاحبة، ويتضمن جدول عمل المهرجان حفلا موسعا يكرم فيه عدد من الشخصيات الإعلامية والفنية التي أثرت الساحة العربية بإنتاجاتها المرئية والمسموعة لأعوام عدة.
وتأتي استضافة المملكة للمهرجان لتبرهن على المكانة المرموقة التي تحظى بها بين الدول والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها والقدرات العالية على استضافة المناسبات الدولية الكبرى. أكثر من 40 قناة إعلامية تحتضنها العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون 2022 تحت شعار الإعلام في عالم يتشكل. نخبة الإعلام والاتصال وقادته وخبراؤه يجتمعون على مدى 4 أيام في الحدث الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر في فندق هيلتون الرياض. للحديث حول هذا الموضوع يسعدني أن ينضم معي في الاستوديو الأستاذ بندر الحسن المدير التنفيذي للشؤون التجارية والتسويق بهيئة الإذاعة والتلفزيون والمتحدث باسم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون 22. أهلا بك أستاذ بندر، شكرا لقبول الدعوة حضورك معنا في هذا اليوم. والعفو، أنتم المشكورين. خليني أبدأ معك أستاذ بندر يمكن عن هذا الحدث. نعلم أنه هذا الحدث يتم يعني التنظيم له من مدة طويلة لإظهاره بالشكل اللائق الذي يليق بالمملكة. احكي لي عن الكواليس، كيف بدأت فكرة استضافة هذا المهرجان في الرياض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما تفضلت، هو حدث عريق يعتبر، عمره أكثر من 40 عام. مهرجان العربي إذاعة والتلفزيون يقام في دولة تونس الشقيقة بشكل سنوي، فبالتالي بدأت التحضيرات له من سنة تقريبا، منذ انتهاء المهرجان السنة الماضية، وكان القرار بتنظيمه في المملكة العربية السعودية بصفة استثنائية برغبة من صناع القرار، لأنه في الدورة 22 حاليا للاتحاد الإذاعات العربي ترأسها المملكة العربية السعودية، فبالتالي كانت رغبتنا في استضافة المهرجان في الرياض، والذي سينطلق إن شاء الله في 9 نوفمبر القادم لمدة 4 أيام. التحضيرات بدأت منذ تقريبا سنة زي ما ذكرنا، بالتعاون مع الأشقاء في الاتحاد ومع الأشقاء في تونس الشقيقة. وش أهمية هذا المهرجان يعني اللي لها أكثر من 4 عقود اليوم، وش أهمية لنا اليوم في السعودية؟ المهرجان أهميته تكمن في تمكين قطاع صناعة الإذاعات والتلفزيون والقنوات الإذاعية والتلفزيونية على المستوى العربي والخليجي والسعودي. عدد قنوات الإذاعة التلفزيونية في الدول العربية بمطلع التسعينات كانت تقريبا 30 قناة، في 2015 كان تقريبا 1493 قناة، انحسرت من 2015 إلى 2021-22 إلى حوالي 1100 قناة، تقريبا نقصت 25%. هذا التحدي يحتاج تدخل من يعني صناع القرار ومهتمين بصناعة المشهد الإعلامي العربي، وهذه أحد أهداف تنظيم المهرجان، وتم توظيف هذا الهدف في ورش العمل والنقاشات والورش الهندسية والفنية التي يعني تعقد بالتزامن مع المهرجان. اتضح الفترة الأخيرة اهتمام حكومي ومؤسساتي بتعزيز صناعة الإذاعة والتلفزيون على مستوى الدول العربية، لما نواجهه من تحديات تكمن في مثلا السوشيال ميديا والقنوات الأونلاين، وهو من الضرورة أن يكون هناك يعني قنوات تلفزيونية وإذاعية نشطة. تقريبا هناك 44 هيئة وهيئة حكومية تهتم ب يعني تمكين قطاع الإذاعة والتلفزيون في الدول العربية، والقنوات النشطة تقريبا يتصدرها 58 قناة في دولة مصر، وحوالي 48 قناة في الإمارات العربية المتحدة، 44 قناة في المملكة العربية السعودية، في العراق 37 قناة، وفي الجزائر حوالي 36 قناة تلفزيونية. لما تقول قنوات نشطة أستاذ بندر، وش تقصد فيها؟ قنوات نشطة هي قنوات لها استراتيجية، أو شيء غالبا تكون قنوات شبه حكومية أو حكومية، وهي صوت الوطن وصوت وعين المشاهد.
على غرار مثلا في المملكة العربية السعودية قناة السعودية الأولى والقناة الإخبارية، لابد يكون هناك قناة تحاكي توجهات البلد وتكون هي المصدر الرسمي للإذاعة والتلفزيون وللرسائل السياسية والاقتصادية. قنوات الغير نشطة هي قنوات نراها أحيانا يعني تظهر لفترة، تكون لها تخصصات معينة، استثمارات خاصة، أيضا هي من ضمن يعني القنوات المهمة في صناعة المشهد الإعلامي، ولكن يحكمها الظروف الاقتصادية والتحديات التي تواجهها إعلاميا. قبل ما يمكن مسألك عن ربما التحديات اللي تفضلت فيها، خليني أسألك عن العنوان العريض اليوم، مهرجان المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. تعودنا أن نسمع مؤتمر منتدى أقرب ما يكون إلى حلقات النقاش. صحيح. التي تفرد المواضيع والتحديات ويناقش فيها أوراق بحث معينة. صحيح. إما بجانب أكاديمي وجانب تطبيقي على حد سواء، لكن لما نقول كلمة المهرجان العربي، هل هذا يعني أن هناك فعاليات أكبر من مفهوم الجلسات فيها هذا النوع من التفاعل؟ صحيح. المهرجان طبيعة الإذاعة والتلفزيون تنطوي على إبداع. المهرجان يتضمن العديد من المحاور أو المكونات الرئيسية، كما تفضلت هناك ورش عمل، هناك معرض اسمه معرض معرض الإعلام الحديث، وهو معرض مختص بالتجهيزات الفنية والإذاعية والتلفزيونية وشركات الإنتاج، التقنية الإعلامية، التقنيات بشكل عام، وأيضا وورش عمل مصاحبة تناقش الإعلام الحديث، تناقش التقنيات الحديثة في الإنتاج، الأنيميشن، الأفلام الكرتونية، البودكاست. فهو ليس مؤتمر أو ورشة عمل عليها الطابع العلمي، ولكن له طابع فني، طابع ثقافي، طابع هندسي، طابع ترفيهي. ولذلك يعني كان أقرب ما يعني يناسبه هو مسمى مهرجان، هو حقيقة مهرجان. هناك ضيوف يعني ما زالوا يحضرون المهرجان لأكثر من 3 عقود، كبار المنتجين والمخرجين والممثلين في العالم العربي حريصين على يعني حضور المهرجان. هناك كثير من المشاريع التي نراها الإعلامية كانت بدايتها وانطلاقها من لقاءات جانبية خلال المهرجانات عقدت منذ عشرات السنين بنفس المهرجان. فلذلك هو صحيح مهرجان، يعني هو أقرب وأكثر ما يناسبه كلمة مهرجان، هو احتفاء بصراحة. نعم. صحيح. بالإذاعة والتلفزيون. نعرف أنه هذا أيضا المهرجان يطرح من خلال أكثر من 30 ورشة عمل وجلسات مصاحبة العديد من المواضيع. أنا بعود بس النقطة ذكرتها قبل شوية واستهليت فيها حديثك، التحديات اليوم، واستشهدت يمكن بالأرقام بانخفاض اليوم عدد القنوات التلفزيونية. هل يطرح اليوم المهرجان حلول خلينا نقول للتصدي، ما بقول للتصدي لكن على الأقل تقدير للتعامل مع الثورة الرقمية، مع التواصل الاجتماعي الذي يعتبر بشكل أو بآخر مهدد لوجود التلفزيون؟ صحيح. المهرجان من أهم أهدافه هو توجيه القطاع للحلول المناسبة لتفادي التحديات أو للتصدي للتحديات القائمة. على سبيل المثال، نجد حاليا يعني في الدول المتقدمة الاعتماد أكبر على منصات المشاهدة الرقمية زي نتفليكس وما إلى ذلك. في الوطن العربي يمكن ما زلنا في بداية التجارب، ما زالت الدخول مداخيل الأفلام مقارنة بالدول يعني الأخرى متواضعة. ينعكس ذلك على مقومات الإنتاج أو مقومات الإبداع والمحتوى. الصناعة تعتمد على في الغالب المحترفين هم مستقلين يعملون كفريلانسرز، وهذه يعني تحدي كبير. ضمان الدخول الثابتة من خلال أعمال مستديمة ومشاريع مستدامة، هذا كلها من كل ضمن التحديات. لما ذكرنا في قنوات ظهرت وقنوات يعني اختفت، أكيد لأنه أسبابها كانت اقتصادية بحتة، فهذا كان لابد أن يكون يعني يناقش كحل أو كحلول لضمان استدامة هذه الأعمال. المشاهد العربي مشاهد شغوف، ذائقته عالية،
يعني حتى نرى من خلال إحصائيات المشاهد العربي تجاوز المنطقة العربية وله اطلاع على ثقافات أخرى وبرامج أخرى، فبالتالي المشاهد موجود والرغبة موجودة، فقط نحتاج أن نصنع محتوى اجتماعي ثقافي تاريخي ديني فني علمي يلامس الذائقة هذه ويكسب عدم تسرب المشاهد إلى يعني فرص أخرى. هل سيكون من خلال هذا المهرجان، أو هل سيتم من خلال هذا المهرجان طرح تأثير التلفزيون اليوم في المجتمعات العربية؟ تحدثت عن نقطة مهمة، اليوم أغلب القنوات التلفزيونية تحمل أجندات وطنية بالدرجة الأولى، سواء اقتصادية اجتماعية ثقافية أيا كانت. هل هناك قياس لمدى تأثير التلفزيون في الدول العربية، لمدى وصوله، لمدى قناعة اليوم الشعوب والمجتمعات العربية برسائل التلفزيون، وصولها وتبني هذه الأجندات الوطنية؟ نعم، أداة القياس حاليا هي أسهل من السابق. وجود السوشيال ميديا يوفر تواصل مباشر وإبداء رأي غير مخطط له، وبالنسبة لي أفضل من أي دراسات أخرى. بإمكانك قياس الآن الحلقة هذه بعد ما تطلع على اليوتيوب، سترى ردود الأفعال، وبإمكانك استخدامها كمدخلات تطوير الحلقة القادمة. نرصد هذه المشاركات، ونرصد هذه وكل القنوات تقريبا. 8 مليون ساعة بث تنتج سنويا في القنوات العربية، تستهدف يعني اهتمامات مختلفة كما ذكرت، سواء كان اجتماعي تاريخي علمي، لكل ثقافة. من القنوات 1100 هذه، نعم، ثمانية مليون ساعة بث في السنة، لكل قناة استراتيجية في استهداف مشاهدينها حسب ثقافة المجتمع. صحيح. والشريحة المستهدفة يعني التوجهات العامة بشكل عام. في المملكة العربية السعودية نعمل حاليا في هيئة الدعوة والتلفزيون على مشروع يقيس الاهتمامات بشكل دقيق من خلال يعني توظيف أجهزة رصد بالاتفاق مع أصحاب المشاهدين التلفزيونات لقياس رغباتهم واهتماماتهم والوقت الذي يمضيه في متابعة برنامج معين والأوقات التي يمضيها، والمشاهد كعمر وجنس واهتمام ودرجة علمية. هاي تساعدنا كمدخلات في صناعة محتوى قد يشد المشاهد بشكل أكبر. المشاهد مفتوح المجال أمامه، ما لم يجده على الشاشة الكبيرة سيبحث عنه في شاشة الجوال أو الموبايل أو في السوشيال ميديا، وهذا أيضا من أحد أدوات القياس التي نتبعها. قصص نجاح وقصص التي نراها في أي منصة ممكن أن توظف في التلفزيون، وبالمقابل أي محتوى نجح تلفزيونيا نحن في هيئة إذاعة التلفزيون نحرص على توظيفه أيضا في قنوات التواصل الاجتماعي لقنوات التلفزيونات السعودية في هيئة إذاعة التلفزيون. اليوم ما احنا نتكلم عن مهرجان يضم العديد من الدول العربية، في الغالب هالنوع من المهرجانات إما تخرج بتوصيات أو مبادرات. صحيح. ما هو المستهدف اليوم من هذا المهرجان؟ هل يعني تعملون على توصيات يتم تمريرها بعد ذلك للهيئات 44 في الدول العربية، أم هي مبادرات يتم أيضا النظر إليها والعمل عليها من المجموعة كاملة العربية؟ نعم، إجابتي على السؤال من شقين. نعم، هنالك مبادرات نوعية سيتم الإعلان عنها في المهرجان، سيعلن عنها سعادة الأستاذ محمد الحارثي رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، وهي مبادرات شمولية ستكون لها أثر كبير في وش أهم المبادرات هذه؟ المبادرات من طبيعتها أنها تكون مفاجأة. أيه. فستحضر إن شاء الله. مو بالضرورة. لأن المبادرات دائما إحنا تنطبع المفاجآت، وهي صحيح يعني جاري التحضير لها، وقريبا إن شاء الله نسمع عنها. من الجانب الآخر، العديد من الاتفاقات الاقتصادية أو في مجال الأعمال يتم عقدها في المهرجان من خلال الالتقاء يعني أصحاب المصلحة من أصحاب القرارات في الإذاعات التلفزيونية والمنتجين وموردي الأجهزة والتجهيزات والفنانين، لها بعد اقتصادي. العديد من الشراكات يعلن عنها
في المهرجان في الغالب. فسنجد إن شاء الله العديد من المبادرات والعقود والمبادرات الإعلان عنها في يوم الافتتاح إن شاء الله. كل التوفيق لكم، طموح كبير جدا، والرياض تستحق والمملكة تستحق. شكرا جزيلا لك الأستاذ بندر الحسن، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والتسويق والمتحدث باسم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. كل التوفيق لكم في جهودكم. شكرا لكم. شكرا جزيلا لك. بعد الفاصل لنا عودة. حياكم الله من جديد. طالب عدد من المختصين والمهتمين بالشأن الصحي العام في المملكة بضرورة أن تكون هناك دراسة للأسعار الحالية للخدمات الكشفية في المؤسسات الصحية الخاصة مع القطاع الخاص وتسعيرها بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 للقطاع الصحي، مشددين أيضا على أن يتم تحديد سقف أعلى نظرا لوجود تباين فيما يطلبه بعض الأطباء من أسعار مبالغ فيها. عبر الهاتف ينضم معي الأستاذ محمد السنان الكاتب والمهتم في الشأن الصحي. حياك الله أستاذ محمد. الله يحييك أخي جمال، مساء الخير عليك وعلى أخوة المشاهدين، وأعتذر عن عدم وجودي معك الليلة. الله يحييك. الطارئ الصحي ما تشوف شر. شر ما يجي. أستاذ محمد خلينا أسألك يعني أول شيء عن رأيك في هذا النوع من المطالبات اللي تدعو لدراسة أسعار الخدمات الكشفية بالمستشفيات ووضع سقف أعلى لها. خلينا نتكلم بطريقة موضوعية نوعا ما، يعني أنا أستطيع أن أكون كاتب شعبوي أو أتكلم بطريقة شعبوية وأقول نعم أنا مع هذه المطالبات وهذه صحيحة، ومن حق المجتمع أن يكون في أسعار ثابتة وسقف أعلى، لكن خلينا نقارنها بأي خدمات ثانية موجودة ليس عليها احتكار. الخدمات الصحية أولا وفرت بطريقة مجانية للمواطنين وعن طريق التأمين للمقيمين، فهي متوفرة بشكل مجاني أو شبه مجاني، فليست خدمات محتكرة. أيضا هناك تفاوت في جميع الخدمات، يعني لو ضربنا مثال الغذاء، خدمات المطاعم من خدمات مهمة بالنسبة لأي شخص أن يتلقى التغذية المناسبة. أستطيع أني أنا أتعشى الليلة فول وتميس 5 ريال، وأستطيع أني أروح مطعم من المطاعم الفخمة وأدفع 500 ريال على عشائي. هذا الخيار أنا اللي اخترته. فنفس الشيء بالنسبة للخدمات الصحية، أنا أعتقد ما أقدر أنا أجبر، أنا أتكلم بلسان أيضا المستثمرين، ما أقدر أجبر مستثمر في القطاع الصحي استأجر في منطقة راقية في مساحة فخمة وضع تكاليف عالية وأجبره على سقف أعلى من الخدمة في ظل وجود مقدم خدمة آخر ممكن ليس بجودة ولكن برفاهية أقل ووفر الخدمة بسعر أرخص بكثير. دائما نعول على وعي المستهلك، الشخص المستهلك للخدمة. أنا لو ما كان في طلب عالي على بعض الخدمات وأسعارها مرتفعة ويوجد راغبين فيها لما استمرت إلى اليوم. أعتقد أن السوق يحكمه العرض والطلب، رغبة المستهلك. بعض المستهلكين اللي متعود مثلا أن يدفع في فندق 2000 ريال ومتعود أن يدفع في مطعم 700-800 ريال لعشاء شخصين، يريد أن يذهب إلى مستشفى أو مركز صحي خاص في حي راقي فخم يوفر لي مواقف، يوفر لي منطقة انتظار فخمة. بس أستاذ محمد أنا أعتذر مقاطعتك، لكن طبعاً اليوم إحنا لما نتكلم عن المستشفيات صحيح نتكلم عن النظافة، صحيح نتكلم عن جودة الخدمة، أنا ما يهمني الرفاهية، أنا يهمني جودة الخدمة الطبية المقدمة لي. أنا أتكلم عن خدمة مهمة فيها حياة وموت بعض الأحيان، فبعض الأحيان قد ألجأ إلى الذهاب إلى مستشفيات أو مؤسسات صحية لأني أعرف إنه هذا الطبيب اللي ما يعمل في غير هالمكان موجود في 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 هذا المستشفى، لذلك أذهب للحصول على هذه الاستشارة من الطبيب أو من هذه الخدمات. أنا ما يعنيني صراحة حط لي كنب كبير ولا أبواب قزاز، ما يهمني.
يهمني الخدمة الطبية اللي قدمها لي. جمال كلامك جميل، ولكن أنت ما يهمك، غيرك يهم للأسف. أنا أتكلم أنه عندنا اختلاف في اهتمامات المجتمع، وحتى إحنا لما نتكلم من واقع تجربة مريض، بعض المرضى يهمه اللي يهمه والله معطيه يعني بالعافية عليه. لا جمال بقولك حاجة، وأيضا لما نتكلم عن جودة الخدمة، جودة الخدمات الصحية والمأمونية الخدمة الصحية المقدمة، وزارة الصحة تشرف عليها في جميع المستشفيات الخاصة وتراقبها بدقة عالية، وتراقب أي شكاوى تبلغ عن عدم. أنت ذكرت نقطة مهمة، أن أنا بروح للطبيب الفلاني. خلينا نكون صريحين، الطبيب الفلاني وغيره من الأطباء هو اشترط على المنشأة الصحية هذه القيمة من الكشفية، بناء على دراسته وتخصصه الدقيق وكمية الطلب العالية عليه، فوضع هذه. بس هذا افتراض يا محمد، مو بحقيقة. تكلمني عن حقيقة، شيء تعرفه ولا تفترض قاعد؟ لا أنا أتكلم عن واقع، أن أنا أعرف الأطباء وأعرف المنشآت الصحية الخاصة وعلى تواصل بقطاعات صحية خاصة، وأعرف وأنا سألت. وتعرف أنه في أطباء، تعرف أنه محمد أنه في أطباء يفرضون على المنشأة أسعار معينة؟ نعم، وأنا أتحمل مسؤولية هذه المعلومة، وأتحدى قطاع صحي خاص في المملكة يظهر ويتكلم بأن لا يوجد أطباء استشاريين يفرضون قيمة كشفية. أنا راجعت عيادة علاج طبيعي وليس طبيب استشاري، عيادة علاج طبيعي، فاستغربت لما دفعت الكشفية، قلت له في أحد زملائي جاء راجعكم وكشفيته كانت أرخص، قال إيه كل أخصائي بناء على خبراته هو المتفق مع المنشأة أن أنا قيمة كشفيتي بهذه القيمة بناء على خبراتي والطلب وشهرتي ومعرفة الناس فيني. طيب يا محمد أجل وين يا أستاذ محمد أجل وين الصحة؟ الصحة هل اللي تراقب الأسعار؟ وهل نجبر الصحة؟ هل الصحة تستطيع أن تجبر شخص أن يبيع سلعة أو خدمة معينة بسعر معين؟ ما أدري، أنت أستاذ محمد قبل شوي تقول أن الصحة تراقب الأسعار. لا أنا قلت تراقب جودة الخدمة، لا خلينا نركز، قلت تراقب جودة الخدمة ومأمونية الخدمة، لكن تراقب أن الأسعار تكون معلنة، لكن لا تستطيع التحكم في الأسعار، ليس من صلاحيات أو من مسؤولية وزارة الصحة أو غيرها من الجهات التشريعية التحكم في أسعار الخدمات الصحية. هذه خدمة قاعدة تقدم زيها زي باقي الخدمات اللي تقدم في البلد، ما تقدر تشترط على فندق معين سعر. لا لا لا، بس أستاذ محمد، أستاذ محمد لما نتكلم عن التعليم والصحة، أوكي احنا نتكلم عن خدمات أساسية، احنا ما نتكلم عن خدمات ترفيهية، احنا نتكلم عن خدمات أساسية تمس كل أحد، فاحنا ما نتكلم عن مطعم أو قطاع تجزئة، احنا نتكلم عن قطاع صحي. حتى لما تتكلم عن قطاع صحي، هل الخدمة متوفرة بأسعار متفاوتة؟ هل يتوفر السعر المقبول؟ هل تتوفر الخدمة مجانا أم لا تتوفر؟ أنا أقصد أنه لو كان الاحتكار هنا، أنا أقدر أحاجج هذه المنشأة أن عندها خدمة هي الوحيدة اللي تقدمها محتكرة عندها، من حقي أحاججها في موضوع السعر لأنها احتكرت. لكن إذا الباب موجود، هذا المركز جنب هذا المركز، هذا سعر الكشفية 300 وهذا سعر الكشفية 30 ريال، أنا ما أقدر أجبر المستهلك أنه يدخل أبو 300 ريال، المستهلك هو من اختار. ما هو كل شيء يأتي بالأنظمة والإجبار، بعض الأشياء المستهلك هو من يتحكم. لو أبو كشفية ب 500 ريال ما وجد مستهلكين يجوا ويدفعوا 500 ريال هذه، غصبا عنا بعد فترة حيعلن إفلاسه أو ينزل أسعاره. المستهلك هو المتحكم وليس النظام. مع أني تحفظ على كلمة مستهلك، أنا أشوف أنه مريض مو مستهلك، يعني مو منتج هو. استهلاك هو استهلاك خدمة، استخدام، كلمة استهلاك من استخدام، استخدام خدمة. طيب أخيرا بس أنا بسألك، إذا أنت تشوف أنه اليوم المطالبات الحالية للأسعار ترى أنها غير منطقية، تخفيض الأسعار هذه مطالبات تتم ليس عن طريق وضع نظام، ولكن عن طريق استجابة المستثمرين في القطاع الصحي لخفض الأسعار. لكن أنت في البداية في المقدمة قلت أن
هذه المطالبات يجد الناس اللي قدموها ان هي مرتبطه بمستهدفات رؤيه المملكه. معليش خلينا ايضا، ليس كل مطالبه او كل مقترح نربطه بالرؤيه علشان نمرره. احيانا بعض الاشياء لا ترتبط. ما في، انا راجعت المستهدفات حقت الرؤيه وقريتها عشرات المرات، ما في اي مستهدف يقول تخفيض اسعار او يرتبط تخفيض اسعار الخدمات الصحيه، لان تخفيض اسعار الخدمات الصحيه لا علاقه بينه وبين رفع جوده الخدمه المقدمه. اذا خفضت السعر انا قاعد اضغط على المستثمر واقلل من مساحه انه يرفع جوده الخدمات لديه. فما في اي ربط بينها وبين مستهدفات رؤيه المملكه. حتى وضع يعني خلينا نقول فئات لهذه، البعض يرى انه لا، ليش تعطيني سعر واحد، اعطيني عده فئات للاسعار كباقات على سبيل المثال للكشفيات. انا معك، ممكن هذه تنفع اذا احنا دخلنا في فئه الكشفيه عند الطبيب العام او الكشفيه العامه، ولكن لما نيجي نتكلم عن المستوى استشاري او اخصائي، هم احيانا لهم طلباتهم الخاصه بناء على تخصصهم، بناء على تعبهم، بناء على المبالغ احيانا يكونوا صرفوها على دراستهم. وبعضهم بناء زي ما قلت لك على ان تكون عيادته في حي راقي او بتكلفه عاليه. شكرا جزيلا لك الاستاذ محمد السنان الكاتب والمهتم بالشان الصحي. بذلك نصل الى ختام، يا هلا، الى اللقاء.